السلام عليكم، كيفكم يا أصدقاء؟ اليوم أنا عند سعد باب الفرج. طبعا سميت سعد باب الفرج لأنه تقع عند أحد أبواب حلب القديمة واسمه باب الفرج. تمام، هلا هي خلفي الساعة، راح أصور لكم إياها تصوير مباشر. راح نشوف، طبعا تم افتتاحها ب 1899 وارتفاع حوالي 92 قدم. راح أصورها ونشوفها سوا. طبعا مثل ما احنا شايفين هاي الساعة ساعة باب الفرج، وهي بالمقابل المكتبة الوطنية. تمام، طبعا هي تقع في تعد يعني من المدينة القديمة تماما. فمن هون اذا رحنا من هالمبنى هذا على اليسار بنصير تماما في حلب القديمة. يعني موقع مثل ما قلنا قبل شوي هي عند باب الفرج. طبعا باب الفرج يعد من ابواب حلب القديمه جدا. هذول المباني اللي قدامنا هن كانوا عباره عن فنادق، تعد فنادق قديمه. تمام، فهاي قصتها. طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي ارتفاع 92 قدم وتم الافتتاح ب 1899. طبعا حاليا يحيط فيها فندق الشيراتون، الكل بيعرف الشيراتون. ومثل ما ذكرنا من شوي هون هدول كانوا فنادق سابقا، وكانت فنادق رخيصة لل يعني للتجار. كانوا يجوا التجار لهون، فكانوا ينزلوا هون لأنه كان هذا أرخص شيء نوعا ما. الفيديو قصير ولكن إن شاء الله معلومات مفيدة إذا الله راد. إن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، وإن شاء الله رح نصوركم عند قلعة حلب وفناطق ثانية. شفناكم بخير، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم، وإن شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا.